مرحبا يا أطفال، يا حلوين، كيفكم؟ أكيد أنتو اشتقتوا لي واشتقتوا تسمعوا الحكايات تبعي. اليوم رح أحكي لكم حكاية كتير 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 حلوة، بس قبل ما أبلش الحكاية لازم تقولوا للبابا أو الماما أو للي شغلكم الفيديو إنه يعمل لايك ويشترك بالقناة، مشان أنا كل ما نزلت قصة جديدة تسمعوها قبل ما تناموا. تمام؟ هلأ أنتو أكيد بدكم تناموا وحابين تسمعوا حكاية، والحكاية اليوم كتير حلوة واسمها حكاية فلة والأقزام السبعة. شو اسمها؟ اسمها فلة والأقزام السبعة. كان يا مكان في قديم الزمان، كان يوم من الأيام في ملكة قاعدة على الشباك تبع القصر تبعها، وهي قاعدة على الشباك تبع القصر تبعها كان الجو كتير برد وكان عم ينزل تلج، والتلج اللي كان عم ينزل كتير 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 كان عم ينزل، وكل الغابة والمكان اللي قدام القصر كان تلج أبيض. فهي قاعدة الملكة على الشباك كانت زعلانة، وقاعدة كانت عم تخيط كنزة، عم تعمل كنزة بالإبرة والخيط. وهي عم تساوي هاي الكنزة بالإبرة والخيط، قام جرحت إصبعتها من الإبرة، طلعت هيك على اصبعتها قام صار ينزل من اصبعتها دم، قام نزل الدم من الشباك تبعها على التلج لتحت، قام شافت التلج قديش ابيض كتير، التلج كله ابيض ابيض، وشافت الدم تبعها قديش كان لونه احمر وكان حلو لونه كتير على التلج. المهم هاي الملكة ليش كانت زعلانة؟ كانت زعلانة لانه ما بيجيها اولاد، ما عندها اولاد، فكانت هي زعلانة انه بدها اولاد، حابة انه يجيها اولاد. عم بهذا اليوم شو تمنت؟ تمنت من رب العالمين انه ربنا يرزقها ولد يكون شعره اسود كتير كتير كتير، يعني يكون شعره هيك لونه اسود كتير وحلو، ويكون جسمه ابيض كتير كتير كتير، انه مشان يكون هيك شكله حلو، شعره اسود وهو ابيض. فالمهم تمنت هاي الامنية وقالت يا رب تطعمني هيك. والله بعد ايام وبعد فترة رب العالمين رزقها وإجاها بنت، إجاها بنت كتير حلوة مثل ما بدها، إجاها بنت شعرها أسود أسود وجسمها أبيض أبيض، كتير كتير حلوة البنت بتجنن. فهي شو سمتها؟ سمتها يوميتها فلة، وفي لها اسم تاني كان اسمه بياض الثلج، تمام، لأنه هي كتير كتير بيضة كانت وشعرها أسود وحلو، فسمتها فلة. المهم بعد ما اجت هالبنت بفترة قصيرة تقريبا هي الملكة ماتت. بعد ما ماتت هي الملكة تركت هي البنت يا حرام هي وابوها بالقصر. فهي فلة صغيرة كانت وظلت عايشة مع مين؟ عايشة مع ابوها. ابوها الملك بعد ما توفت هي الملكة، بعد ما ماتت، شو قرر هذا الملك؟ قرر انه يتزوج وحده تاني، لانه ما بيحسن يعيش لحاله، بده يتزوج وحده تاني. قام راح تزوج مره تانيه وجابها على القصر. هاي المره اللي تجوزها كانت كتير كتير حلوه وكان عندها مرايه، تمام، وكانت هاي المره اللي تجوزها مو منيحه. ليش؟ لانه شافت البنت ما كانت تدير بالها عليها، الفله كانت صغيره فما كانت تدير بالها عليها وما كانت يعني تهتم فيها، خلص انه تاركتها يعني. وهي المرأة اللي جوزها الملك اللي مو منيحة اجت على القصر ومعها مراية. هي المراية اللي كانت معها لهي المرأة كانت تفز كل يوم الصبح وتسألها، شو تقلها؟ تقلها يا مرايتي شوفيني وتطلعي علي، في احلم مني؟ المراية شو تقلها لهي المرأة؟ تقلها لا، ما في أحلى منك، أنت أحلى وحدة بالكرة الأرضية. كل يوم نفس الحالة، كل يوم نفس الحالة، تفز الصبح وهي المرأة الشريرة شو تساوي؟ تسأل المراية، تقول لها المراية يا مرايتي في أحلى مني؟ تقول لها المراية لا، أنت أحلى وحدة. يوم من الأيام كبرت فلة، كبرت وصار عمرها يمكن شي 10 سنين. بعد ما كبرت فلة فزت هي المرة الشريرة اللي جوزها الملك، فزت وسألت المراية، قالت لها يا مرايتي في أحلى مني؟
عم اجت المرايه شو قالت لهاي الشريره؟ قالت لها انت حلوه؟ قالت لها بس هلا صار في مين احلم منك؟ قالت لها مين؟ قالت لها فلا، فلا احلم منك. قام عصبت كتير وتضايقت هاي المره الشريره انه كيف في احلم منها؟ ما بصير يكون في احلم منها، لازم تكون هي احلى وحده. يعني هي كانت انانيه مو منيحه هاي المره، انه فكره انه هي بس الحلوه ما في حدا حلو تاني. قام المرايه قالت لها، قالت لها لا، قالت لها هلا صار في مين احلم منك؟ فلا كبرت وصارت احلم منك، جمالها احلى من جمالك. قام هي المره كتير كتير انزعجت وتضايقت انه فلا احلم منها. قام شو ساويت هي المره الشريره مرته للملك؟ راحت جابت صياد واتفقت مع الصياد وقالت له للصياد بدي اياك تاخذ فلا على الغابه وتقتلها وتجيب لي القلب تبعها وكبدها، وبس تقتلها لفلا رح اعطيك جائزه كبيره كتير كتير كتير، بس لازم تقتلها، ما بدي اياها تكون هي موجوده لانه هي احلم مني، انا ما بدي حدا يكون احلم مني على الكره الارضيه. اجى هذا الصياد قال له ما في مشكله خلص اوكي. اخذها والله لفلا، خطفها اخذها وراح فيها على الغابه. وصل فيها على الغابه طلعها هيك بده يذبحها، عم هي صارت تبكي وصارت تترجى وتتوسل اليه وتقول له الله يخليك لا تقتلني، الله يوفقك لا تقتلني، ليش بدك تقتلني؟ قام راح قال له القصة، قال له أنا بدي أقتلك لأنه مرت أبوكي هاي المرة الشريرة قالت لي إنه جيبك لهون وأقتلك ولأنه أنت أحلم منها. قام قالت له الله يخليك لا تقتلني، والله حرام أنا شو عملت لكم؟ ما عملت لكم شيء. قام هذا الصياد زعل عليها لفلا وقال له لفلا، قال له خلص، قال له أنا ما راح أقتلك، أنا راح أتركك تروحي بس لا ترجعي على القصر لأنه إذا رجعتي على القصر الملكة رح تقتلك، روحي وهربي. قام فرحت كتير فلا وقالت له شكرا لك وراحت وهربت. قام شو ساوى هذا الصياد؟ الصياد الملكة شو قالت له؟ قالت له خذها لفلا على الغابة اقتلها وجيب لي قلبها والكبد تبعها. فالصياد مشان ما يشك ويعرف انه هو ما قتلها راح قتل غزال، قتل غزال هيك صغير واخذ قلبه واخذ الكبد تبعه وراح لعند الملكة وقال للملكة مش الحال أنا قتلت لفلة، بس هو ما قتلها تركها لفلة تروح. المهم والله شو ساوى؟ أخذ هالكبد وهالقلب وراح لعند الملكة قال له أنا قتلتها. فرحت كتير الملكة قالت تمام هلأ ما عاد في حدا أحلم مني بكل الدنيا. المهم راح هذا الصياد، بعد ما راح الصياد هي فلة شو ساوت؟ راحت مشيت بالغابة وكانت خايفة كتير 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 وما عرفت وين بدها تروح وصارت تبكي وين بدها تروح، ما بتعرف وين بدها تروح، ما عندها حدا. وهي عم تمشي بالغابة عم طلعت هيك عم لقيت في كوخ صغير، في كوخ موجود صغير بالغابة وما في حدا. فاتت هيك على الكوخ طلعت هيك فتحت الباب عم لقيت في طاولة ولقيت موجود سبع صحون وفي عليهم أكل، موجود عليهم أكل. هدول السبع صحون، هذول السبع صحون لمين كانوا؟ هذول كانوا للأقزام السبعة. هذول يعني هذا البيت اللي راحت عليه فلة هذا البيت كان للأقزام السبعة، بس الأقزام السبعة ما كانوا بالبيت، وين كانوا؟ كانوا بالشغل، كانوا يروحوا هن بنهار يشتغلوا بالغابة ويجيبوا أكلهم وشربهم ويرجعوا على البيت بالليل. المهم فاتت فلة على البيت ما لقيت حدا بالبيت، طلعت هيك على الصحون عم صارت تاكل من كل صحن شوي من كل صحن شوي، وصارت تترك يعني الأكل للأقزام عشان يزعجوا، بس هي ما بتعرف لمين هذا البيت. المهم شو ساوت؟ أكلت وزبطت أمورها وتعبت، بعد ما أكلت وخلصت تعبت فحبت إنه تنام، عملت هيك ونامت. بعد ما نامت ما عاد حست على شيء. بالليل مين إجا؟ إجا الأقزام. فاتوا الأقزام على الكوخ طلعوا هيك قام لقوا في وحدة كتير كتير حلوة نايمة على تخوت تبعهم. استغربوا انه مين هاي، فما حبوا يعملوا لها شيء تركوها نايمه هيك لحد ما فاقت الصبح. فاقت الصبح اجوا لعند الاقزام شافتهم هي خافت فكرت انه بدهم يؤذوها، قالوا لا تخاف احنا ما رح ناذيكي، بس انت مين؟ شو عم تساوي عنا هون بالبيت تبعنا؟ قام راحت حكت لهم القصه تبعها، حكت لهم انه انا هيك 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 ملكه تبع اللي تزوجها ابي بدها تقتلني وما بداني يروح على القصر لأنه أحلم منها. قام زعلوا عليها هدول الأقزام وقالوا له خلص خليكي بتعيشي معنا هون
بالكوخ. ما في مشكلة خليكي بتعيشي معنا، انبسطت كتير وروقت. المهم صاروا رفقات هني وياها. والله فزت الملكة بهذا اليوم، طلعت هيك على المراية قالت لها يا مرايتي يا حلوة، قالت لها في أحلم مني بالدنيا؟ قام قالت لها المراية، قالت لها ايه، قالت لها في أحلم مني، قالت لها فلة لساتها عايشة وعايشة بكوخ مع سبع أقزام وهي أحلم مني. عصبت كتير وتضايقت الملكة انه ما ماتت، يعني لساتها عايشة هي فلة. قام راحت شو ساوت الملكة، راحت لبست هيك أواعي انه عساس مو هي الملكة مشان ما تعرفها فلة، ولبست هيك وتخفت بأواعي وراحت على الكوخ. راحت لعند الكوخ دقت الباب، قام طلعت لفلة. فلة ما عرفت انه هي الملكة. قام شو عملت هي الشريرة، جابت معها تفاحة وحطت على هي التفاحة سم. شو ساوت؟ ضيفتها لفلة التفاحة، قالت لها خدي وكلي تفاحة. أخذت التفاحة فلة وعضت منها عضة، لسه ما عضت منها أول عضة دغري أغمى عليها فلة. انبسطت الملكة، قالت لحالها إنه خلاص تمام، هيك أنا قتلتها وما في هلا أحلى مني بالدنيا كلها. رجعوا الأقزام بالليل، طلعوا هيك لقوا فلة واقعة على الأرض وما عم تحكي ولا عم تعمل شيء ولا عم تساوي أي شيء. زعلوا كتير تضايقوا انه شو صار لها هاي البنت، يعني شو صار لها، ليش هيك صار معها. المهم اخذوها وحطوها بصندوق كله زجاج، يعني بلور، تمام، حطوها وسكروا عليها انه عساس انه هي فكروا انه ماتت، بس انه ما حبوا انه يدفنوها، جابوها وحطوها بصندوق الزجاج. المهم حطوها بهذا الصندوق، والله ما في بعد شي يومين كان في امير عم يتجول بالغابة، عم شاف هذا البيت واجه هذا الأمير على هذا البيت وطلب من الأقزام انهم يشربوا مي لأنه كان عطشان وحابب انه يرتاح شوي. شربوا مي، عطوا مي، عم طلع هيك عم شاف هي فلة بالصندوق الزجاجي، طلع هيك قال يا الله شو حلوة، قال له مين هي؟ عم قالوا له انه قصتها هيك 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 وهيك صار معها، وإحنا جبناها وحطيناها بالصندوق لأنه زعلنا عليها. عم قال لهم هذا الأمير، قال لهم أنا حبيتها كتير وأنا بدي أخذها لعندي على القصر، تسمحوا لي أخذها؟ قام قالوا له الأقزام ما في مشكلة خذها لعندك على القصر، بس دير بالك لا تجمعها مع الملكة لأن الملكة بدها تقتلها. قام قال لهم خلاص ماشي. أجوا والله وهن عم يقيموها من الصندوق، وهن عم يقيموها من الصندوق قام عملت هيك فلة صارت تسعوا، طلعوا هيك استغربوا، قام رجعت عاشت فلة، طلعوا هيك قام لقوا قطعة التفاح اللي أكلتها كانت علقانة بحلقها ومخليتها انه ما عاد احسن تتنفس. المهم بعد ما سعلت طلع منها هي القطع تبع التفاحة ورجعت عاشت فلة، وانبسط كتير الامير وانبسطوا كتير الاقزام. المهم شو ساووا، اخدوا بقى فلة وراحوا الاقزام مع الامير لعند مين؟ لعند ابوها الملك على القصر. راحوا وقالوا له انه القصة كلياتها، قالوا له انه مرتك اللي انت جوزتها بدها تقتلها لفلة، وفلة صار معها هيك 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 هيك، اجت هربت لعنها، وقت اجت لعنها نحن حطيناها ودرنا بالنا عليها، بس اجت مرتك بعدين طعمت قطعة التفاحة كان فيها سم، علقت قطعة التفاحة بتمه وهلا رجعت عاشت فلة. غضب كتير الملك وكان بده يعاقب مين؟ المرة اللي جوزها، بس كان شو؟ كانت المرة عرفانة انه فلة رجعت على القصر وعرفانة انه عم تحكي لأبوها القصة، كانت هي هربانة. أخذت المراية تبعها هاي المرة الشريرة وهربت. المهم راحت بعد ما هربت رجعت فلة لعند أبوها، وإجا الأمير بده يتجوز مين؟ بده يتجوز فلة، ومشان يعيشوا ويروقوا وحياتهم تصير كلها حلوة. وفلة بعدين الحمد لله رجعت لعند أبوها وعاشت مع أبوها. وشو صار بالمرة الشريرة؟ إذا كان الواحد شرير رب العالمين ما بيتركه بيعاقبه. هاي المرة الشريرة فزت تاني يوم بعد ما هربت، طلعت هيك على المراية تبعها، قالت لها للمراية، قالت لها يا مرايتي يا حلوة في أحلم مني؟ قالت لها ايه، قالت لها في أحلم منك، قالت لها فلة أحلم منك، وتجوزت الأمير. قام عصبت كتير هاي الشريرة وكسرت المراية، وكسرت المراية انجرحت هاي الشريرة من المراية اللي انكسرت فيها، وبعد ما انجرحت ماتت هاي الشريرة. الله عاقبها لأنه هي شريرة ومو منيحة. وهي القصة تبعي لليوم، إن شاء الله تكون عجبتكم. وتوتي توتي
خلصت الحتوتة حلوة ولا فتفوتة؟ ما بعرف انتو اذا لساتكن هلا فايقين، اذا فايقين قولوا انا حلوة، اذا ما لكم فايقين تصبحوا على خير واحلام سعيدة. يلا باي.